يمكن لي أن أعبر لكم عن سعادتي بتجدد اللقاء بكم اليوم بمناسبة افتتاح الدورة العالية للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ويسعدني الترحيب بكم جميعا شاكرا إياكم على تلبية الدعوة وحضوركم أشغال هذه الدورة التي أتمنى أن تتكلم بالتوفيق والنجاح. ولا تفوتني مناسبة دون أن أشكركم السيدة السادة أعضاء اللجنة الوطنية ولجانها المتخصصة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والخاصة. هو هذا اللقاء مخصص لي نشوفوا الحصيلة ديال هذه اللجنة الوطنية ديال التربية وديال العلوم وديال الثقافة. خلال هذه سنة 2023 اشتغلت على واحد العدد ديال الملفات. اولا وسعت الاختصاصات وكانت مراجعة ايضا الاختصاصات ديالها. دخلت دابا الان تتهتم ايضا بالذكاء الاصطناعي، تتهتم بعلوم البحار. كاين ايضا وسعت عدد الاعضاء ديال هاد اللجنه باش يكون واحد العمل فيه التقائيه، ولكن اشتغلت ايضا على واحد العدد ديال الملفات على الصعيد لا القاري ولا على الصعيد الدولي، منهم ملف اللي هو ديال احداث المؤسسه الافريقيه للتعلم مدى الحياه، منهم ملفات ديال وضع واحد التحالف ما بين كل اللجان الوطنية على الصعيد الإفريقي، منهم أيضا ملفات اللي هي عندها علاقة بالمدن، مدن التعلم ومدن أيضا الابتكاري. والآن لحد الآن عندنا تقريبا سبعة ديال المدن اللي هي انخرطت في هذه المدن التعلم، وكاين أربعة ديال المدن اللي هي منخرطة في المدن. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.